ايه مرحبا دينا، الحمد لله. نحن انا وعائلتي وجوزي والولاد كلنا مناح، بس الماما ايه الماما انصابت، بس الحمد لله هلا يعني راح يظهروها من المستشفى. طبعا بيوتنا، لانه نحن بيوتنا بمنطقة الاشرفية، بالاشرفية يعني بيوتنا خربت كليا، بس الحمد لله نجينا، يعني مثل ما بيقول الله حمانا، وانا وزوجي وولادي كلنا مناح وعائلتي منيحة والماما صارت أحسن، راح يظهروها من المستشفى. ترجمة